أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالباتي، درسنا اليوم بعنوان التربية على النفس، وهو أحد دروس مادة العلوم الإسلامية. في نهاية درسنا يتوقع منك عزيزتي أن تحققي النتاجات والأهداف التالية: تعرفي مفهوم الترويح على النفس، تبين الحكمة منه، وتوضحي آدابه، وتبين الآثار الإيجابية المترتبة عليه. التشريع الإسلامي بناتي هو تشريع واقعي يراعي طبيعة النفس الإنسانية التي خلقها الله من روح وعقل وجسم وعاطفة، ولكن ظروف الحياة كأمهات وآباء، طلاب علم، موظفين، عاملين، تجعل الإنسان يشعر وكأنه في ماكنة طحن، عطول في حالة عمل، وعطول في حالة انشغال لتأمين لقمة العيش بسبب ضغوطات الحياة المستمرة. ومن هنا تجد كثير منا يهمل موضوع الترويح عن النفس، وهو مهم، جانب مهم جدا جدا، حتى نستطيع تحمل ضغوطات الحياة، حتى نواصل العمل، حتى نواصل الدراسة، حتى نكون لنا طاقة إيجابية أكبر، طاقة فعالة أكثر للعمل، للدراسة، لمواصلة الحرب المستمرة مع هذه الحياة ومتطلباتها. فهذا التشريع الواقعي الإسلامي تشريع راعى هذه المواضيع، وراعى هذه النفسية والناحية الروحية للإنسان. فأولاً نعرف مفهوم الترويح عن النفس، فهو نشاط يمارسه الإنسان باختياره وليس مجبراً عليه، يهدف المتعة، تجديد النشاط، تنمية المهارات والمعارف وفق ضوابط الشريعة الإسلامية. إذن النشاط الذي يمارسه الإنسان باختياره يهدف بالدرجة الأولى إلى متعة الإنسان وتجديد نشاطه وتنمية مهاراته ومعارفه، ولكن بشرط أن يكون هذا النشاط وهذه المتعة وفق الضوابط الشرعية. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل جاء للنبي يوما وقد أراد أن يأذن له النبي أن يصوم الدهر، يريد إذن شرعي من النبي صلى الله عليه وسلم يسمح له بأن يصوم كل يوم. طبعا يعني أراد الفتوى في هذا الموضوع، هل أستطيع أن أصوم كل يوم؟ فالنبي قال له: لماذا لا تصوم 3 أيام في الشهر؟ لماذا لا تصوم أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع؟ وفي كل مرة يقول النبي: أستطيع أكثر. وبالأخير بناء على رغبته قال له النبي: صوم كصيام سيدنا داود، صوم وأفطر، يعني صوم يوم وأفطر يوم، وقم ونام. بمعنى صحيح أنت بدك تقوم قيام الليل وتصلي تهجد وتصلي قيام، ولكن عليك أيضا أن تريح جسمك وتنام. وبين له الحكمة من ذلك. إذا صحيح هو حريص على الناحية الروحية وعلاقته برب العالمين، ولكن أيضا لجسده حق عليه. فقال له: فإن لجسدك عليك حقا من الراحة، وإن لعينك عليك حقا، وأيضا إن لروحك علي وعفوا وإن لزوجك عليك حقا. كثير من الأزواج يهمل زوجته وكأنها ليست روحا إنما جسدا فقط، لا يهتم بيطلعها مشوار، يعني يغير لها روتينها اليومي. وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، بمعنى لزائرك، تقعد معهم، تستمتع معهم،
تتجاذبوا الحديث إلى آخره، تستمتعوا في حياتكم. فلماذا الترويح للنفس؟ إذن لأن الإنسان يصاب بالملل والفتور. هنا سؤال بناتي، ما الحكمة من الترويح عن النفس؟ النفس الإنسانية تصاب بالملل، الشغل، الوظيفة، الدراسة كثرتها فترة طويلة منها، نشعر بالملل والفتور، صرت مش قادرة أدرس، بطلت قادرة أتحمل ضغط العمل. لأن النفس تصاب بهذا الفتور وهذا الملل، تحتاج لما يعيد لها النشاط، لما يعيد لها الرغبة في السير بجد نحو البناء. طبعا ها تحتاج إلى الترويح عن النفس، الراحة، المتعة، المشوار، بحاجة إلى تغيير الجو، بحاجة إلى الرحلة، بحاجة إلى جمعة مع أصدقائك، بحاجة إلى سفرة، بحاجة تروح على مول وتشتري أشياء وتستمتع مع صديقاتها، تروح على مطعم وتأكل إشي زاك، تغير من روتينها الحياتي. وهذا كله بما ينسجم مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الإنسان ليس فقط جسدا، إنما جسدا وعقلا وروحا ونفسا. لهذا فالترويح عن النفس كمان لازم نعرف نظرة الإسلام للترويح عن النفس، أنه لا يعد غاية وهدف في الحياة. مش إنسان معاه مصاري ومش بحاجة للشغل ومش بحاجة للدراسة، وبالتالي هو لا بيستطيع أنه طول الوقت يعيش في حالة رحلة ومشوار وشمة هوا طول الوقت. الترويح عن النفس هو ليس غاية وليس هدفا، إنما وسيلة. وسيلة لماذا؟ وسيلة لأبقى نشيط في عندي همة، ولأن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى لعبادته عز وجل ولإعمار الأرض. طول الوقت في متعة وفي راحة وفي سفر وفي شمة هوا، معناته مش ممكن لا نتقدم ولا نعمر الأرض. إذا الحكمة من ترويع على النفس، لأن النفس تصاب بالملل والفتور، تحتاج لاستعادة النشاط ولمواصلة البناء. وكما ذكرنا الترويح لا يعد غاية، إنما يعد وسيلة لبقاء الإنسان نشيطا وذو همة. طيب ما هي النشاطات التي قد يروح الإنسان بها عن نفسه؟ أمثلة النشاطات التي قد يروح الإنسان أو يستمتع فيها. بعض الناس تستمتع بقراءة كتاب، رواية، قصة، ما لهاش علاقة لا بالدراسة ولا بعمله ولا بوظيفته. في ناس تستمتع بالرياضة بأنواعها المختلفة، الفنون المختلفة مثل الرسم، الغناء، التمثيل. بعض الناس تستمتع متعتها، ممكن تغير جو، ممكن تستعيد نشاطها عندما تقوم برحلة مخيم كشفي. بعض الناس لا، يعني الرنج عندهم أعلى، الإمكانيات أفضل، ممكن يسافر يزور مدن، وبالتالي وممكن كمان مشاهدة أفلام على التلفزيون، مشاهدة أفلام وثائقية. كل واحد بتختلف طبعا الأشياء والمتع عند الناس باختلاف شخصياتهم. فما ممكن يكون عندك أو إلك هو متعة، ممكن يكون بالنسبة إلي ممل، والعكس صحيح. طيب ما هي الآداب التي كما ذكرنا أنها وسيلة لإعادة الثقة وإعادة النشاط لبقاء الإنسان النشيط؟ طيب ما هي الآداب؟ أول هذه الآداب التي على المسلم أن يلتزم بها في برحلته، بمشواره، بمخيم الكشفي، بسفره، بالرياضة اللي بيقوم فيها، بالمطالعة اللي بالرسم اللي برسمها إلى آخره من النشاطات التي ذكرنا. أولا أن يراعي الأحكام الشرعية، بمعنى يجب أن يكون النشاط أو المتعة أو شمة الهواء أو أي نشاط ذكرنا من الأشياء اللي بيستمتع فيها الإنسان أن تكون مسموحة ولم ينهى عنها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. مثلا لا عري، لا مخالفات شرعية مثل الشرب والقمار، مش معناته رايحين رحلة والعياذ بالله نشرب خمر، مش
لازم نراعي أوامر الله في لبسنا، في الأمور التي نستمتع بها، هل توافق الشرع أم ترضى يرضاه الشرع أم لا. أيضا الحرص على اختيار الصحبة الصالحة، الريحين معاي ناس صحبات أنا واثقة بأخلاقهم، لن نسيء إلى سمعتنا، لن نسيء إلى ديننا ولا إلى عائلاتنا، و سنكون جميعا نعين بعض على متعة شرعية مقبولة لا مخالفات فيها. إذا الحرص على اختيار الصحبة الصالحة، المحافظة على العبادات والعمل أيضا. واحد بده يستمتع، مش المفروض انه هو عشان هو يتفرج على مباراة ووقت المباراة ممكن مشاهدة فيلم او مشاهدة مباراة او مشاركة بأي عمل ممكن يكون السبب في عدم محافظتي على صلاتي، هذا لا يجوز ابدا. من الآداب المحافظة على الصلاة. كمان اذا كنا بعملنا مش المفروض يأثر هذا على عملي وبالتالي أقصر فيه. إذن لا يجوز أن يكون الترويح عن النفس على حساب عمل أو عبادة. الابتعاد عن الإسراف والتبذير برضه هذا أدب من الآداب التي يجب الالتزام بها. ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ الإسراف طالباتي هو إنفاق مبالغ فيه بأمور مباحة. مباحة يعني وهي بتستمتع بشرية الأشياء، بتستمتع بالأكل ماشي ولكن بدون مبالغة، هذا نسميه إسراف. تستمتع وتشتري أدوات للمنزل، تستمتع وتشتري مواد تجميل، فازات وتحف ماشي، أشياء ثمينة ماشي ولكن دون إسراف. أيضا لأن كل دائما طبعا المال الإنسان محاسب عنه يوم القيامة. تبذير المال هذا بالنسبة للإسراف، أما التبذير فهو إنفاق بماذا ولو ما فيش فيه مبالغة بحرام. إذا الإسراف مبالغة في مباح، التبذير إسراف في حرام. بيشتري خمور، بيشتري مخدرات، بتعمل عمليات ملهاش داعي أبدا إلى آخره. خامسا عدم إيذاء الآخرين من السخرية، من سخرية واستهزاء. طبعا في بعضنا بيستمتع كيف متعته، شوف كيف بتستمتع أو بده يستمتع، بيستمتع لما بحط واحد من العيلة ممكن يكون صغير أو صديقة من الصديقات بيبدو زي ما بيحكوا زي ما بنحكي دائما بده يحطوها هدف، في ظلهم هي موضوع الحوار وهي اللي بضلوا يحكوا عنها النكت، ومن باب يستهزئوا بطريقتها ويستهزئوا بكلامها بلبسها، وهي في البداية بتكون يعني راضية كذا، لكن أيام بزيد الموضوع عن حده، وممكن نؤذي الآخرين بهاي الطريقة، هذا لا يجوز. أيضا اتخاذ ما له روح هدفا. طيب واحد متعته بالصيد شيء جميل جدا، ولكن شو بيعمل؟ بصير يتخذ بعض يعني يصيد العصافير، يصيد الطيور، لكن هو لا بياكلها بس بيأذيها وبموتها بس عشان يرضي متعته. لا يعني بإمكانك مثلا تحط، بدك تصيد تحط أشياء، جمادات، أهداف من جمادات، أشكال، وتصوب عليها وترضي غرورك أو ترضي متعتك وتحصل الهدف اللي بدك إياه. طبعا في بعض الدول للأسف في عندهم مصارعة الثيران، بتشوفوها أكيد على التلفزيون، أو مصارعة الديكة، بخلوا ثورين بال بعض لحد ما واحد منهم يقضي على الثاني ويموت، هذا يؤدي إلى ضرر بالحيوان. والنبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح، يعني بمعنى أنه هو كائن حي، لا تتخذوه غرضا بأي، هدفا للمتعة وهدفا للتسلية. طبعا إن لم نلتزم بهذه الآداب هناك آثار سلبية، آثار سلبية. إذا هنا في سؤال، ما هي الآثار السلبية لمن لم يلتزم بآداب الترويح عن النفس؟ أول غضب الله سبحانه وتعالى، كمان هذا أول شغل غضب الله. ناس شربت خمر، ناس لعبت قمار، ناس اتعرضت قامت بأفعال
مسيئة. أولا الآثار السلبي اللي هو غضب الله عز وجل، أيضا لم يحقق الهدف المرجو من الترويع عن النفس. هدول الناس مس حتى لو استمتع لمدة دقيقة، بعد شوي تجدي أنه هو بدأ يشعر يعني الحزن على ما فعل، وبتلاقيه كمان ما غيرش نفسية، بالعكس صار في عنده ردة فعل عكسية، هو مل أكتر، هو تضايق من حاله أكتر وأصيب بالحزن، وبالتالي لم يجدد نشاطه ولم يستعيد ولم يحقق الهمة التي يبحث عنها. إذا لم يحقق الأهداف يغضب رب العالمين إن لم يلتزم بهذه الأهداف. طب هذه مسؤولية من؟ ترسيخ المفاهيم، ترسيخ الآداب في النفوس، هذه مسؤولية البيت. الأسرة لازم تهتم بهذا الموضوع. أولاد رايحين بدهم يشموا الهواء، رايحين رحلة، رايحين مخيم كشفي كذا، واجب الأم أنها تتحدث في الآداب، واجب المدرسة أن تتحدث بالآداب، وأيضا المسجد يجب أن نفعل دور المسجد، وكذلك وسائل الإعلام يجب أن تبين هذه الآداب وترسخها في النفوس ضمانا للمنفعة المرجوة. أخيرا في درسنا الآثار المترتبة عن الترويح عن النفس. أول أثر إيجابي طبعا إشباع الروح الحاجات الجسمية. الحاجات الجسمية بمعنى ممارسة الرياضة تحقق الهدف الجسمي، حاجة نفسية عنده بحاجة إلى، بحب الرياضة بيشبع الحاجات النفسية عنده. طبعا مش المشاهدة فقط، مشاهدة المباريات أو مشاهدة الألعاب الرياضية ممكن هو يشارك فيها. طبعا لاحظي، نشبع الحاجة الجسمية بممارسة الرياضة، ونشبع الحاجات العاطفية لما نتشارك مع بعض بهاي الرياضة ونلعبها مع بعض، أو لما نشاهدها مع بعض. أيضا تقوية العلاقات الاجتماعية. طبعا في أنواع من الترويح عن النفس والمتعة والتسلية بنقضيها بصورة جماعية، مثل الفريق الرياضي ممكن يكون جماعة، وبالتالي نكتسب يعني تعاون، انسجام، نحط بمواقف وبصير في عنا قدرة ومهارة على التكيف مع المواقف ومع الناس ومع لما بنجتمع مع بعض. طبعا في اجتماع بيكون في خلاف، ممكن يكون في وجهة نظر إلى آخره من الخلاف اللي ممكن ينتج عن وجود جماعة مع بعض. هذا الخلاف مفيد لأنه بيعلمنا كيف نتعامل مع الناس، كيف نضبط أعصابنا وإلى آخره. طبعا الرحلة كمان ممكن يصير فيها هيك، السفر كمان ممكن يكون فيه، بقوي من ناحية العلاقات الاجتماعية، بس كمان بخلينا يكون في عنا قدرة على التفاعل مع المواقف المختلفة. تنمية القدرات العقلية على التفكير والإبداع، يعني في ناس مثلا بتمارس المطالعة، في ناس بتكتب شعر، في ناس بتمثل، هذا بنمي قدرة عقلية، تفاعل إيجابي مع المواقف المختلفة. أخيرا إشباع الحاجات الروح الفرد، الحاجات الروحية للفرد، والرحلة تعطي عنا هيك تغيري نفسية، بتشعري بأنه أنا في عندي صار راحة، استمتاع بهالأجواء الحلوة. بتلاقينا إذا رحنا وسافرنا بتلاقينا تعرفنا على ثقافات والشعوب، وكمان استمتعنا فيها واستفدنا من الآداب اللي عندهم، من التحضر اللي عندهم، بيؤدي ذلك إلى أن نطور أنفسنا، وهذا يحقق الراحة النفسية التي نحتاجها، يجدد النشاط في النفوس، يجعل الإنسان نشيطا فاعلا، ويؤدي أيضا إلى زيادة إنتاجه في عمله وفي دراسته. إلى هنا انتهى درسنا، وفي بتمنى في يعني أنتم تحلوا هذا الجدول. رح نقوله بشكل سريع بس، أنت يعني إشباع مثلا الحاجات الجسمية للفرد، النشاط اللي ممكن نأديه، الرياضة
السباحة، منها كرة القدم إلى آخره من أنواع الرياضات. أشباه حاجات جسمية، تلاقي قوي الجسم بهذه الرياضة. أشباه حاجات اجتماعية، تتحقق ذلك بأي نشاط، بالرحلات والمخيمات الكشفية. أشباه حاجات علمية عقلية للفرد، بالتأليف في مجال كتابة الشعر، كتابة القصة الخاطرة، تجارب علمية. ممكن أحد يكون هذه متعته، يعمل تجربة، يركب، يفكفك، صناعة روبوت مثلا. إشباع حاجات الروحية للفرد ممكن يتحقق بالسفر، بزيارة أماكن دينية سياحية، وكمان مخيمات كشفية ورحلات. برضو تشبع عندما ننظر إلى هذه المناظر الخلابة ونقول سبحان الله، نتفكر في خلق السماوات والأرض. هذه راحة نفسية. بزيارة الكعبة المشرفة، اللهم أكرمنا بزيارتها قريبا. كلها تحقق حاجة الفرد الفردي. إلى هنا انتهى درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.